قبل الفاصل عن النجوم والتقدم بالعمر. طبعا هو لسه شباب، لكن احنا بنتكلم على فكرة ان هل الفن غدار ولا لا. استاذ احمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مثل كمال الشناوي او فريد شوقي، فكرة ان الفنان او النجم يغير جلده حتى بعد تقدمه بالعمر. ده بيساعده عليه، يعني بيساعد في ايه؟ الفنان يقدر يعمل ايه علشان خاطر يفضل طول الوقت بيتقدم بالعمر لكن قادر يقدم اعمال فنيه؟ ولا حاجه، هو يكون بيفكر في كده بس، انه يكون بيفكر وواعي انه هو بيتقدم في العمر، انه ما يقدمه الان ما ينفعش يكون زي اللي قدمه من 10 سنين. احمد عبد العزيز فجاه طلع علينا في اعلان، كنت حضرتك ومعاك احمد عز وكريم عبد العزيز، حقيقه كان اعلان حلو جدا وكان مختلف ومميز، وانت خطفت وقتها انظار الناس كلها، ان كنا بنشوف مين اللي بيدوروا عليه وطلع في الاخر احمد عبد العزيز. عملت الاعلان ده ليه؟ لانه كان يعني ضمن حمله لتشجيع الفريق القومي المصري، فلما رحنا وكلموني وعرفت انه هذا الاعلان ضمن حملة لتشجيع الفريق القومي وللالتفاف حواليه فوافقت طبعا. البعض قال انه احمد عبد العزيز وافق على هذا الاعلان لانه كان في مرحلة انه ما فيش شغل كفاية. لا، ما انا كتير في مراحل ما فيش شغل كفاية، او انا ما بعملش شغل كفاية وبيتعرض علي اعلانات وكتير ما بعملهاش.